رايح يتعامل معانا مع شرطه 7 اللي هو بس انت تروح تجيب فيه مين؟ برنسبل السيرسز والدايركشن بتاعتها. الراجل رايح يقول لك ايه؟ كنا احنا برضه بناخد في نفس ذات الشرطه ان احنا ننفع نجيب السيرسز عند اي مستوى مالي. هنا الراجل بيقول لك ايوه صح، انت ينفع تجيب السيرسز عند اي زاويه تعجبك. بس مول سيركل هو شغال، حد فاكر ان احنا كنا بنجيب عند اي مستوى كنا بنضرب الزاويه في كام؟ في 2 صح كده؟ اقول لك عند 36 في القانون تلاقينا خدنا فيها كوزاين 2 سي. كلام سليم. الراجل مول سيركل ده قال لك مش هو علاقه ما بين الاستريسز على خط افقي والتاو على خط راسي. الراجل بيقول لك ايه؟ هاخد السيجما الاوبر بتاعتك كده واخد التاو الاوبر بتاعتك كده. طيب انت عشان ترسم انت بتقول عليها اسمها مور ايه؟ مور سيركل. سيركل ولا كيركل؟ مور سيركل. مور سيركل اللي عندك انت عشان ترسمها محتاج، انت عشان ترسم اي سيركل محتاج كام حاجه؟ المركز ونص القطر. 100 100 جميله جدا. محتاج مركز ونص القطر. عاشها بالاسماء. فانا راح قايل لك ايه؟ بص حاجه انا هقول السيجما 2 كانت بتساوي مين يا باشمهندس؟ سيجما اكس زائد سيجما 2 لو انا مش عاجبني الاسلوب ده بتروح ترسم الكلام ده ازاي؟ بص اهو انا بقول ده حاجه الناس اللي سرحت واللي جاي ده حاجه ثانيه. ايه هي؟ ان انا بروح يا باشمهندس انا ينفع ارسم اسلوب الدايره بنقطتين بس تقطع خط. ازاي؟ لان نقطه الخط القطع من الخط بتاعها ده يمثل لي المركز. قال لك انت هتروح تجيب نقطه اسمها اكس كابيتال ونقطه ثانيه اسمها واي كابيتال. طب الاكس دي هتبقى بتساوي كام؟ قال لك هتساوي السيجما اكس والاخدين داسي سيجما اكس و تاو اكس واي. طب بص والنقطة واي هتبقى سيجما واي و سالب التاو اكس واي. تاني كده الكلام ده يعني ما ينفعش تبدل ما بين الاكس والواي، ما ينفعش نبدل. يبقى انا هرسم بطريقتين، يا اما بالطريقه دي يا اما بالطريقه دي. انا برسم بواحده وباكد بالثانيه. طب هرسم ازاي؟ انت دلوقتي بتقول لي يا باشمهندس السيجما اكس هي والتاو اكس دي. انا محتاج قبل ما احط الكلام ده ابقى عارف مين الموجب ومين السالب. ازاي؟ ده كده موجب 45 ده موجب 60 ده موجب ده سالب موجب، يبقى الليله هنا كلها موجب. فتيجي تقول لي ايه؟ الزوج المرتب هنا بكام؟ ب 45 وكام يا باشمهندس؟ و20. الزوج المرتب هنا بكام؟ ب 60 وكام؟ سالب كام؟ سالب 20. كلام سليم. هو ايه بقى ال 60 وال 5؟ الكلام ده هيترسم بالمقياس رسم بسكيل. ازاي السكيل بتاعك دوت؟ هتيجي تاخد اكبر قيمه عندك بحيث ترسمها في بعد ينفع ترسم في الصفحه. الصفحه بتاعتنا ورقه زي دي كده، ورقه زي دي في الامتحان ساعات بتبقى اقل نتيجه انت بتكتب في كشكول وعمال يتنى والكلام ده. فانا عايز يا باشمهندسين الدايره ما تزيدش معاك عن 10 سم اللي هو القطر بتاعها. يعني ازاي؟ مثلا انا هاجي اقول لك يا باشمهندس ال 60 دول ده 60 ميجا باسكال، هرسمهم في 6 سم. يعني كل 10 ميجا باسكال بكام؟ ب1 سم. فتيجي تقول كده مقياس الرسم، بص كده كل 10 ميجا باسكال بيقابلهم 1 جيجا باسكال 1 سم. بتكتب كده لان ده السكيل او ده كده اسمه مين؟ السكيل بتاعك يا معلم. انت لازم تفهم الراجل الحته دي. ما ينفعش يبقى انت السكيل بتاعك كل 5 ميجا باسكال، انا هرسم السته دول في 12. يبقى كده انت خليت ال 5 ميجا ب1 سم. طب براحتك بقى. المهم اسهل حاجه ان انا اخلي كوين الواحد ال 10 ميجا ب 10 مللي، فكده كل واحد ميجا بكام مللي؟ ب 1 ميجا. طب هتعمل ايه بقى؟ تعالى وقع الكلام ده على المحاور اللي عندك. انا الموجب وانا السالب. خلاص اهو يلا طول كده شويه بعد اذنك عشان اشوف بس. يلا انا هوري السجنه بتاعتي. انا 1 2 3 4 5 6 سالب 2 3 4 5 1 2 3 4 هنا سالب 1 2 3 4 5 ده كده سالب 1 ده سالب 1 سالب 2 وهكذا. اول زوج مرتب اسمه كام؟ 45 وكام يا باشمهندس؟ 20. 45 دول يعني اقسم بقى على كام؟ على 10 يبقى 4.5. خد بالك الغلطه فيها الكور، بس انت ينفع تتاكد ان كلامك صح. ازاي بقى؟ انت قلت لي انا 1 2 3 4 هي كام؟ قلت له 4.5 انا هنا كده
اربعة ونص واطلع لفوق ولا انزل؟ اطلع اثنين، يبقى هو واحد اثنين. يبقى دي النقطة اللي هي مش هنسيب اكس، ويبقى متأكد ان دي الاكس ان شاء الله تعلن عندها كده. حلو قوي. النقطة الثانية بكم؟ بستين وسالب كم؟ سالب عشرين. طيب الستين بتاعتك فين يا باشمهندس؟ او ده كده خمسة ودي ستة، ده خمسة. يبقى هتقول ستين وهنزل ولا هطلع؟ انزل. اهو انزل يا باشمهندس، انزل. ادا سالب واحد سالب اثنين، يبقى دي كده نقطة مين؟ نقطة واحد. هتعمل بينهم ايه يا باشمهندس؟ طيب هخلي الاثنين دول كده يعدوا يا باشمهندسين مع بعض، يعني ايه؟ وصلهم بس كده، شد كده. طب وبعدين ايه افعل بنقطة التقاطع اللي هنا ووصل الاثنين دول ببعض هيدوك دايرة؟ طيب بص كده، هوصل الاثنين دول هتيجي يعملها زيادة كده. هقفل اهو واروح موصل بيه كده. طب احنا على الخبر دي يا باشمهندس، احنا هنا ده كده كان 6 هنا، ده كده 7، ده كده 8. واضح لك السجن لحد هنا. مين عايز يسال؟ حد يسال بهرجله ارفع صوت صباع. ها ده هنا جبت ده البرجله اللي نقطه التقاطع هتبقى مع خط السجن. طب مثلا لو فرضنا اللي هي 6 و1 مثلا، والنقطه اللي فوق 4 ونص و4، المسافه ده اهي هتطلع قد دي. ثم على بقى اتاكد حاجه، انا دلوقتي كنت بحل ده، وانا بحل هاكد كلامي ده ازاي؟ انت قلت لنا الاكس والواي كلام سليم. طب وبعدين مش انت لسه قايل ان الترم ده هو المركز والمقام؟ طب تعالى كده احسبها، سيجما اكس بكام؟ طب وسيجما واي بكام؟ 60. يبقى كده 60 و45 ده كده كام؟ 105 على الاثنين يديني كام؟ 52 وكام؟ ونص. 52 ونص دي جابس كام؟ يتمثلوا هنا كام؟ 5 و2 من 10 اهي بتتعلم. انا الخمسه ده المفروض يبقى قعدت بقى الرسم بتاعي بقى، يبقى هي فعلا 5 و2 من 10، يبقى انا كده صح. خلاص كده يا باشمهندس؟ يبقى انا اول خطوه عندي ان انا بس اركز بمين؟ بالمعلومه اللي هناك دي. خلاص كده؟ طب لو انا عايز اتاكد بقى من نص الكتر، او احسب الاثنين دول ادخل دي هنا كده واحسبهم. خلاص كده يا شباب؟ طيب يبقى انا دي كده لو كنت احسبها بلاقي 52 ونص موجب او سالب في رقم هيتحسب. لو حد كده يقدر يحسب لا رقم ده يبقى كتر خير، ما حسبش يبقى زي الفل. حد يقدر يحسبه لنا؟ احنا محتاجينه. ايوه معانا على حسب ايه؟ يلا سيجما اكس بكام عندك؟ 45 ناقص 60 على الاثنين، يعني دي كده بالظبط الاثنين دول كام؟ 25 13 ونص تربيع زائد التاو اللي هي 20 تربيع. 21 و36. 21 وكام؟ 36. يبقى 21 و36. يلا بقى نمسح الحته اللي تحت كده، حد يجمعهم لنا بقى ونجمعهم. في الجامعه هيبقوا كام؟ كده سيجما واحد بكام؟ زاد 52 ونص 73 86 73 86 المفروض مور سيركل. بص بقى بيقول لك يا باشمهندس، مور سيركل بيقول لك يا باشمهندس انت هترسم الدايره، نقطه تقاطع الدايره دي مع محور السيجما هيديك السيجمات بتاعتك اللي هي مين بقى؟ سيجما 1 و2. تاني كده ركز اللي انت حاسبهم يا معلم، سيجما 1 و2. تاني مور سيركل بتعامل على المعادله ده اهي، واو دي انا لما قلت احسب. حد كده يحسب معايا كده يا شباب، انتوا قلتوا لي ان دايره مور سيركل دي هتيجي تقطع المحور السيجما بتاعك يا باشمهندس في مين؟ في نقطتين هما اقصى اجهادات عندك. يعني ايه يا باشمهندس؟ انا بعتبر الخط بتاع اعلى اجهادات هو المحور، والخط بتاع اعلى ستريس او شيل ستريس اسف الراس. طب يبقى دلوقتي فين السيجما واحد وفين السيجما اثنين؟ انا دي كده السيجما واحد، دي اعلى تبقى على اقصى اليمين. طب حد يقدر يقول لي بكام؟ على الرسم طبعا بكام؟ 7 و8 و10. انت المفروض طبعا الرسم بتاعنا مش دقيق،
انت المفروض تطلعها كام؟ 73. احنا كده حللنا صح، انا كده باكد ان حلي صح. لو طلعت لو لقيت في كده 10 وانت الدايره بتاعتك دي القاطع اتقطع عند الثمانيه يبقى كده في ايه؟ غلط. اعيد الحسابات تاني. شفت انا باكد دي ودي. طيب ما سيجما 2 فين؟ سيجما 2 احنا طلعناها هناك كام؟ 31. يعني انا طالعه بكام؟ بعد ال 30 يبقى انا كده حل ايه؟ صح. انت في الرسم وفي الحل بتاعك تطلع معاك 31 بالظبط. يعني انت في الرسم ما ينفعش تطلع لك 32 وتقول العديه، لا الراجل مش هيبقى شايف وراك. ده ممكن في الامتحان يسلمك رسم بيان، فانا ابقى فاهم ازاي ارسم مور سيركل صح. المور سيركل دي لما تيجي ترسمها ترسمها بالمثلث ارسطو او بالمسطره اللي هي المشرشطه ال 30 سم دي اللي انا مش شايف مع حد. هات المسطره دي كده. لا معانا ارسطو بس خدت بس هي هي ارسطو بيعتبر من المحرمات. هي مش باينه خالص. المهم المسطره اللي بتبقى مشرشطه دي بالطول وبالعرض ينفع ان انا ارسم بها او بارسطو. طيب هيبقى فاضل لك مين؟ هيبقى فاضل لك في الامتحان ان انت تعمل الدايره دي. ركز معايا بعد اذنك. الدايره دي يبقى انت كده هتبقى محتاج برجل. طب لو الموضوع اتقفش عليك ومش هينفع تستخدم البرجل بتروح جايب ورقتين او على قد المسطره بتاعتك وتروح جاي الورقه بتاعتك كده تطلع ورقه حته من ورقه الامتحان وتحط ثقب هنا وثقب على القلم الثاني وتركز عليه. اهم حاجه ايه؟ ان انا اعدي هنا بالنقطه اللي انا عايزها وعدي الناحيه الثانيه بالنقطه اللي انا عايزها. خلاص كده؟ طيب ما ينفعش الدايره تتعمل بايديك وتعدي بالنقط. ثاني ما ينفعش الدايره تتعمل بايديك وتعدي بالنقط. الورقه دي انت كنت بتعملها زمان. انا جايب ورقه زي دي كده واروح جاي تائبها كده بالقلم الجاف واروح موقف القلم الجاف هنا واجي اروح قايس على الحته دي بالمسطره كده واروح حاططها هنا واروح تائبها ثقب بالقلم الرصاص واروح جاي حاطط كده ولافف دي كده. انا بسدد القلم الجاف. طيب بقول الكلام ده ليه؟ عشان ممنوع ترسمها بايديك. خلاص يا شباب يبقى ما ينفعش استعبط وارسمها بايديا. طيب كده انت طلعت مين؟ ركز بقى معايا كده انت طلعت مين؟ دي مين؟ حد عارف يقول لي؟ حد يقدر يقول لي سيجما 3 فين؟ صفر. ايه ده استنى بقى. انت مش كنت لسه عمال تقول من شويه كده ان انا كنت باجي اجيب تاو ماكسيموم بقارن ما بين مين ومين؟ ما بين السيجما 1 وبين السيجما مين؟ وبين السيجما مينيموم. طب يا باشا ده ملهمش علاقه ببعض. قال لك اه يا باشمهندس انت فاكر النجم فوق مايسز اللي كان هنا لسه معلم على الصبوره كان ماسك مين ومين؟ ماسك مره سيجما 1 و2 ومره سيجما 2 و3 ومره سيجما مين؟ 3 و1. تعرف ده معناه يا شباب ان انا برسم كام دايره؟ 3. بص بقى واحده ما بين مين ومين؟ ما بين سيجما 1 وما بين مين؟ سيجما 2. واحده ما بين سيجما 2 و3 اهي. الكلام اللي انا بقوله دوت اعتبر زياده فهم مش عليك انت كده انت حد انا خلصت اهو. اللي انا بقوله ايه؟ عشان هيجي حد زي اسلام يقول لي يا باشمهندس انت ليه بتقارن ما بين سيجما 1 وبين سيجما 0 هما ما لهمش علاقه ببعض؟ اقول لك لا ده المفروض بنعمل دايره تمر ما بين الاثنين كده. ليه بقى؟ فاكرين لما انا بقول لكم لما تيجي تحسب الترم اللي هو نص القطر اللي هو ده اهو هيبقى خاص بمين ومين؟ ما بين سيجما 1 و2 بس. ايه ده؟ ملوش علاقه ما بين سيجما 1 و3 ده كانها دايره ثانيه. طب يا باشمهندس حد بقى يقدر يحدد لي على الرسم هنا فين التاو ماكسيمم؟ اهي اهي افضل ماشي كده هلاقي هنا التاو ماكسيمم هتطلع بكام؟ نص القطر. الله ينور عليك يا اسماعيل بنص القطر ب 21.3 اهي فعلا فوق الاثنين اهي يبقى طالعه ب 21 وشويه. طب انت جبتها ازاي تاني بقى بالراحه؟ انا جبت يا باشمهندس السيجما 1 و2 ازاي؟ رسمت الدايره باي من الطريقتين اللي هما مين؟ الاكس والواي او المعادله برسم بواحده وباكد بالثانيه. رسمت يا باشمهندس نقطه تقاطع الدايره دي مع المحور الافقي بجيب سيجما 1 وسيجما 2 اللي انا حاسبهم. طب بعد كده بروح اجيب مين؟ تاو ماكسيمم ما بين 1 و2 بروح طالع خط راسي من عند نقطه المركز اهي النقطه دي ده السنتر بتاعنا بروح طالع لفوق يقطع مين؟ ده خط راسي هيقطع الدايره في نقطه اجيب التقاطع بتاعها هنا يديك مين يا باشمهندسين؟ التاو ماكسيمم ما بين مين ومين؟ ما بين سيجما 1 وسيجما 2 لكن ليس التاو ماكسيمم اللي انت عايزها اللي هي التاو ماكسيمم الابسوليوت اللي انت بتستخدمها في الحسابات. خلاص كده يا باشمهندس لو عايزها تستخدمها في الحسابات اوصل اعمل دايره ثانيه ما بين مين ومين؟ ما بين سيجما 1 وما بين السيجما ما بين اسف ما بين الصفر وما بين مين؟ السيجما 3.
طب هنا المره دي، هنا المره دي لقينا مول سيركل وقعت ناحيه مين؟ ناحيه الكوبه من الناحيات. طب ما هو وارد ان مول سيركل تقع فين؟ امتى تبقى سالب؟ لما تكون النقطه دي بسالب والنقطه دي مالها بسالب. طب امتى تبقى سالب وموجب؟ لما تبقى واحده سالب واحده موجب. ازاي؟ تعالوا بقى نغير المساله، نخلي دي بدل ما هي 60 تبقى كام يا باشمهندس؟ سالب 60. يبقى دي كده سالب 60 و20. ارجع بقى على الرسمه تاني امسح ده كله. اللي راحت منه حته اقعد على الضلط في السنة. اللي راحت منه حته ركز في اللي جاي. انا هنا دلوقتي السيجما واي بموجب ولا بسالب؟ على المساله الثانيه بقى السيجما واي دلوقتي بسالب ولا بموجب؟ بسالب. الاكس عندي موجب 45 و20 اهي. انا 45 ولا ال 20 اهي. دي كده الاكس. انا مش فاهم سيجما اكس. طيب الواي عندك بكام يا باشمهندس؟ كده كده جاب في سيجما واحده مش هتحتاج تعمل انت تجيب ماكسيموم مينيموم والحاجات دي. ماشي. السالب اكس واي بكام عندك يا باشمهندس؟ ها؟ سالب 60 وكام؟ 20. فين السالب 60؟ 1 2 3 4 5 سالب 6 وانزل تحت كام سالب كام؟ 20. انا النقطه اهي. المفروض هعمل ايه ما بين الاثنين دول؟ هيعدوا المفروض يا باشمهندس ان هم يعدوا مع بعض. المفروض انت لما تيجي توصل دي كده هتمر يا باشمهندس مش عارف بقى هتمر هنا ولا ايه. المهم ان هي هتعدي تقريبا كده. تعديها الصفر صح؟ مشكلة. طيب انت لما تيجي تحسبها طبعا بقى بالمسطرة هتبقى متظبطة ومتروقة. دي كده عندي النقطة واحد. هتعمل ايه؟ بص بقى كده فين هلال كبستك. هقف هنا واروح موصل الدايرة دي كده اهي. طيب بالراحة بقى كده يا باشمهندس. الدايرة بتاعتك دي عملت معايا ايه؟ انا عايز اطمن ان حلي صح، هروح اعوض هنا. ارجع لسؤالك يا هلال. هنا السيجما اكس بكام؟ وهنا دي بكام؟ سالب 60. السيجما اكس سالب 60 كام؟ سالب 15. كام؟ 15 ولا 20؟ 25 صح؟ 25 على 2 15 12 ونص صح؟ 15 على 2 فيها 7 ونص. 7 ونص 15 انا اسف. 15 على 2 يبقوا كام؟ 7 ونص. سالب ولا موجب؟ سالب. سالب. لقيت هنا فين؟ اه ده قبل الواحد يبقى انا فعلا عند 7 مللي. يبقى انا فعلا كده اه ده هنا دي كده مين؟ ده الصفر. يبقى ده كده مين يا باشمهندس؟ كده اول خطوه يا هلال. الله ينور. طيب كده انا تمام اعمل الدايره بتاعتك. طب لو انت يا هلال عملت العكس ازاي؟ لا تقول لو انا رسمت بالبتاع بالمعادله هاكد ازاي ان انا صح؟ ما انا لما ارسم المعادله اول اجابه عندي اهو. يبقى انت كده جبت المركز، فاضلك مين؟ الار اللي هو نص الكتر. طب احسب حساباتك هنا، لما تحسب حساباتك هتطلع بكام؟ انا مش هيساعدني طبعا. لا تمام. هتحسب حساباتك هتطلع بكام؟ حتى عامل تكهنات دي هتطلع بكام؟ بسالب 7 ونص موجب او سالب، ده هنا اكيد هيطلع موجب وكبير صح؟ لا مش كده يعني مثلا لو عندي ال 40 هنا قول مثلا يبقى كام 35 هتحط الارقام 56 56 لما حسبناها طلعت 56. هتلاقي السجن بالراحه بقى هنا هتعمل ايه هلال؟ لما تيجي هتروح فاتح البرجر بتاعك بفتحه كام بقى؟ 5.6 مللي وتركز فين؟ اخر روح عامل ده كده 100 100 بالراحه بقى. انا لما افتح هنا كده واعمل الليله دي كده ايه اللي هيحصل معايا؟ هيتم عندي تقاطعيه. عشان اتاكد ان حلي صح انت رسمت دايره تعمل ايه يا هلال؟ امسك الاكس. الاكس بتقول لي كام؟ اقف عند ال 45 وروح على ال 20. لو جت على الثانيه ده يبقى انا صح. ازاي؟ اهو انا عند ال 4 ونص. لو رحت طالع فوق كده طبعا المفروض ان انا اعدي دي كده. لو انا وقفت هنا عند ال 4 ونص وطلعت خبطت لقيت النقطه على الدايره يبقى ده كده صح. اخد الواي سالب 60 وسالب 20 اجي اقف هنا عند البتاع عند دي كده وانزل تحت لو اتعملت انا كده صح. طبعا المفروض اعدي النص. طيب عشان بقى اكمل يا باشمهندس هلاقي ايه؟ انت عايز بقى باشمهندس اتاكد ان حلك صح. السيجما واحد بكام؟ هجمع الاثنين دول مع بعض يديك كام يا باشمهندس؟
56 ناقص 37 ونص حاجه 40 تكون معديه من عند ال 40 خلاص كده يبقى كده حل صح. اجمع الاثنين دول هيديك مين بقى؟ سالب كام؟ سالب 2. طب سالب 2 هتطلع بكام؟ بعد ال 60 بشويه اهو. وصل دي؟ يبقى انا كده اتاكدت ان الحل صح. فاضل لنا فيها ايه بقى تاني؟ تاو ماكس. تاو ماكس. التاو ماكس. هجيب التاو ماكس ما ازاي؟ من عند دي كده؟ اه لغايه ما اوطي من هنا كده هتلاقي التاو ماكس لازم هتطلع بيه. لو طلعت غير كده يبقى انت في عندك حاجه غلط. قول ابراهيم. لا على هنا جيت عملت ايه؟ جيت حطيت الاكس رحت واقف عند الاربعه ونص وطالع عند الاثنين. وجيت هنا لما جيت احط الواي رايح عند السالب 6 ورحت نازل عند كام؟ عند السالب 2 ورحت موصلهم ببعض يا ابراهيم. حسب ده المركز اتحط ازاي ولا اتحسب ازاي؟ مش انت دلوقتي كنت راسم كده؟ مش انت كان عندك نقطتين؟ هتعمل ايه؟ وصل بينهم اهي. لقيت الخط ده عدى بالنقطه مين؟ 7.5. انا بقول لك عايز اتاكد انها تمر بال 7.5 صح بعمل ايه؟ بروح للقانون اقول سيجما اكس زائد سيجما واي على الاثنين طلعت سالب 7.5 فانا كده حل صح.